اليمغى توقعوا اتفاقيه مع الجبهه. ما هي المغزى ديال هذه الاتفاقيه علما ان دارت هذه الاتفاقيه مع حزب اخر؟ لا، اولا الاتفاقيه التي سنوقعها الاساس ديالها ماشي يعني استقطاب جميع الفعاليات الامازيغيه او بحث عن مكسب من هذا الاستقطاب. فنحن نرى ان المكونات ديال الحركه الامازيغيه وصلت الى قناعات ان اليوم الدفاع عن هذه القضية وتنزيل القوانين الخاصة بالأمازيغية يجب أن يكون من داخل المؤسسات، أي من داخل الأحزاب السياسية. وبطبيعة الحال الأحزاب السياسية كلها المغربية الوطنية كلها لها مكانتها ومقدرتها، وهناك من هو مقتنع بانضمام إلى الحركة الشعبية، ونحن نسعى أن يكون العمل كما قلت من داخل المؤسسات كيفما كانت هذه المؤسسات الحركة الشعبية أو أحزاب أخرى. ولهذا لا نرى في هذا يعني تنافس ما بين الموقعين من هذا الطرف ومن هذا الطرف. ما نراه هو الهدف الأساسي والأسمى أن اليوم القضية الأمازيغية وصلت إلى مستويات مرضية بفضل يعني مبادرة جلالة الملك. بقي اليوم يعني المعركة المتعلقة بالتنزيل وبإدماج هذه اللغة في جميع مناحي الحياة العامة. ومن هذا المنطلق اشتغلنا مع الجبهة لتحضير هذا الاتفاق، علما وأؤكدها مرة أخرى أن نحن لا نبعث عن مكسب يعني استقطابي من هذه العملية، ماشي ظرفية، بل نبحث على الانخراط في المؤسسات وفي داخل الأحزاب السياسية لطرح المشاكل الحقيقية. إخوان اقتنعوا أن الحركات بغاو يشتغلوا تحت سقف المؤسسات، ولقاو في الحركة الشعبية الفضاء اللي تيمكن يبرزوا فيه الانشغالات ديالهم والتصورات ديالهم. وماشي غادي نكتفي ان شاء الله غير بالدفاع الأمازيغية، ولكن كذلك الدفاع المجتمع بصفة عامة. فعندهم افكار اجتماعية، عندهم افكار يعني اللي كتأثر المجتمع، وكذلك افكار لتطوير العمل السياسي داخل المؤسسات. اولا الأمازيغية هذا ملك لجميع المغاربة، كتراث، كثقافة، كتاريخ، كسياق، كمجتمع، وهذا ديالنا كاملين. ايام قليلة بعد التوقيع اللي درتيه مع حزب التجمع الوطني للأحرار، من بعد واحد المسار طويل من التفاوض مع مجموعة من الأحزاب السياسية اللي تناولنا فيها مجموعة ديال النقاط اللي درجناها في جداول الأعمال ديالنا مع الأحزاب. في آخر المطاف جمع المجلس الفيدرالي ديال جبهة العمل السياسي الأمازيغي اللي هو أعلى هيئة تقريرية، وتم الاتفاق على أساس أنه بعد ما وقعنا مع الإخوة في حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم نوقع مع حزب الحركة الشعبية، وبالتالي ننهي مسار المفاوضات مع الأحزاب. وبالتالي الآن جبهة العمل السياسي الأمازيغي أنهت بطريقة رسمية المفاوضات ديالها. الاشتغال الآن سيكون مع الإخوة في حزب التجمع الوطني للأحرار والإخوة داخل الحركة الشعبية حسب الجهات والأقاليم اللي علنت، كل جهة وإقليم علنت التوجهات ديالها بطبيعة الحال في واحد النقاش اللي كان ديمقراطي بيناتنا. دونك حنا خلينا الاختيار للجهات والأقاليم هي اللي تحسم داخل الشغل ديالها، داخل إما حزب التجمع الوطني للأحرار ولا الحركة الشعبية. وهذا كان كما قلت بواحد الطريقة اللي هي ديمقراطية وبعد حوار ونقاش طويل داخلي. ومستقبلا غادي ننزلوا الان الجهات والاقاليم، وغادي تتضح الجهات اللي مشات لحزب التجمع الوطني للاحرار بقناعتها، وكذلك الجهات ولا الاقاليم اللي غادي تمشي عند حزب الحركه الشعبيه. ما هو الدور ديال المراه اللي تشوفوا الجبهه في العمل السياسي؟ طبعا احنا كنساء الامازيغيات اصبحت الضروره اليوم كتقتضي لنا اننا نتواجدوا داخل ولا نخرطوا داخل المؤسسات السياسيه للترافع، اول الترافع في من داخل هذه المؤسسات، وكذا من داخل مراكز صنع القرار. اولا للدفاع عن ما تحقق من المكتسبات، ثانيا هو السعي لفرض الصوت النسائي داخل النسق السياسي. جبهه العمل السياسي الامازيغي عطات واحد الاهميه للمراه،
وكرسات مبدأ مقاربة النوع في داخل الهياكل ديالها التنظيمية، وكذلك حتى في المفاوضات مع الأحزاب السياسية كان تواجد الموضوع المرأة متواجدا في الهياكل ديال الأحزاب.